الجيلي هناخد كده ايه الخوخ المسلوق، هو اللي انا حطاه من شويه. مقادير الجيلي نزلوه. الخوخ اهو، عصير 4 كوب، 2 كوب زي ما انتوا عايزين يعني. ماشي، العصير ولا حاجه، سلقناه اهو، سلقنا الخوخ في شويه ميه وعصير ليمون، وبعدين نضربه في الخلاط. حلو الكلام، بنعمل جيلي طبيعي خالص اهو. يعني انا بقول لك اهو المقادير دي، 4 كوب عصير خوخ، عليها 4 معالق جيلاتين، عليها 3/4 كوباية سكر، عليها لون طعام. طبعا انا هنا اقل، دول مش 4، فهقلل الجيلاتين. عامه كل كوبايه عصير عليها معلقه جيلاتين كبيره. خلاص بتعملي جيلي، وادي السكر، حلو، وادي الجيلاتين اللي دي حوالي 3 كوبايات، يبقى 3 معالق من الجيلي، ونضربهم مع بعض. هنا الجيلاتين اهو، هنا عشان انا سخن مش هسخن تاني خلاص. ممكن احط لها لون عشان لونها ده مش لون لطيف، نقطة حمراء، نقطة عشان تديني البامبا. Thank you.